بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. دامت علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة الحد السادس من أحد الخمسين المقدسة، والإنجيل من معلمنا يوحنا إصحاح 16 من عدد 23 لعدد 33. في عدد 33 ربنا بيختم الإنجيل بتاع النهاردة يقول لنا: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فربنا في إنجيل هذا الصباح المبارك بيعرفنا إن إحنا هنقابل في حياتنا في العالم ضيقات واضطهادات وألام وتجارب كثيرة، وإحنا عايشين في حياتنا على الأرض، إنما بيطمننا: لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وهو الكتاب بيقول عنه: وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. هو كل اللي خسره آدم خسرته الطبيعة البشرية، وجي ربنا يسوع المسيح آدم الثاني وانتصر على كل الخسارات اللي سببتها خطايا آدم وحواء، وأكسبنا نحن كل هذه الانتصارات. علشان كده يقول وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته. فلو قابلنا ضيقات أو تجارب أو اضطهادات، وده حتما هتكون لأنه هو قال لنا كده، ما وعدناش بغير كده: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن بيقول لنا: ثقوا أنا قد غلبت العالم. فلو احنا مشينا حسب الخطوات اللي مشيها ربنا يسوع المسيح حينما تجسد من أجلنا، ممكن ان احنا ننتصر زي ما هو انتصر. ولعل الهدف الأساسي ان هو سمح ان الشيطان يجربه، ودي موجودة التجربة على الجبل في الإصحاح الرابع في إنجيل معلمنا متى، علشان بيعالج زي ما قلنا الأخطاء والضعفات والثغرات والسقطات اللي وقع فيها آدم وحواء. وهنلاحظ إن الثلاث تجارب الأساسية اللي الشيطان جرب فيها آدم وحواء هما نفس الثلاث تجارب اللي جرب فيها ربنا يسوع المسيح، هما نفس الثلاث تجارب اللي مازال الشيطان بيجرب كل واحد فينا، وما تخرجش عن العبارة اللي قالها القديس يوحنا الحبيب في رسالته الأولى: كل ما في العالم هو شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. لو شفنا أي أخطاء أو أي تجارب أو أي حروب مش ممكن هتخرج عن الثلاثة دول، إما يكون شهوة الجسد أو شهد العيون أو تعظم المعيشة. ونفتكر إن معلمنا بولس الرسول بيقول لنا، عشان خاطر نفتكر التجارب اللي المسيح سمح الشيطان يجربه بيها منتصر، فلو إحنا استعملنا نفس الأسلحة اللي المسيح استعملها، لأنه وضع لنا مثال لكي نقتفي خطواته اللي هو الصوم والصلاة واستعمال الكتاب المقدس، ممكن إن إحنا ننتصر كما انتصر المسيح. بولس الرسول بيقول لنا: فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. تعرفين الناس البسطة لما يقول لك اسأل مجرب، اسأل مجرب. فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. في نقطة مهمة جدا أحب أقولها، لما المسيح بيقول في العالم سيكون لكم ضيق، بيقصد كلمة في العالم يعني الصعوبات، الاضطهادات، الضيقات، التجارب، الآلام اللي هنواجهها في العالم.
وزي ما قلنا مش ممكن تخرج عن شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة. وربنا يسوع المسيح بيقول لنا النهاردة ثقوا أنا قد غلبت العالم. موضوع الغلبة والانتصار موضوع مهم جدا. كل الناس هيتعرضوا للتجارب والضيقات، ومحدش معصوم من ان هو يتعرض للتجارب والضيقات. ده مر القديس العظيم الانبا بولا بيقول الذي يهرب من الضيقه يهرب من الله. الضيقات موجوده موجوده، انما احنا لو بنتبع المسيح وعارفين ان هو انتصر بالصوم والصلاه والكتاب المقدس، وعارفين ان هو فيما هو قد تالم مجربا يقدر ان يعين المجربين، هنبتدي اللي احنا نتسلح وننتصر. بيعجبني في سفر الرؤيا الاصحاح الثاني والثالث، كل سفر الرؤيا رائع، انما هو محور الرسائل السبعه موجوده في الاصحاح الثاني والثالث. الاصحاح الثاني فيه اربع رسائل بتوع الاربع كنائس الاولى، وبعد كده الاصحاح الثالث فيه ثلاث رسائل للكنائس الثانيه. تعرفين فكرة الرسائل السبعة اللي موجودة في سفر الرؤيا. في كل رسالة ربنا بيقول للملاك ليقول لليوحنا، عشان يوحنا يقول للأساقفة بتاعت الكنائس دي عشان هم يقولوها لشعبهم أو لنا إحنا كشعب المسيح. في ختام كل رسالة يقول كلمة من يغلب. من السبعة دول، وانا ما فيش وقت اشرحهم واحده بواحده، كنيسه اصدر الكتاب عن سفر الرؤيا اللي يحب يستعين بيه. من السبعه دول لو جمعنا البركات اللي موجوده في كل واحده من السبعه عن بركات وثمار الغلبه والنصره، نعرف يعني ايه كلمه في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ويخلينا ان احنا زي ما بقول نتسلح بأسلحة المسيح اللي انتصر بها الشيطان، صوم وصلاة وكتاب مقدس، عشان نتمتع بكل البركات اللي موجودة في موضوع الغلبة والانتصار. في الرسالة الأولى الأول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. دي موجودة في الإصحاح الثاني عدد سبعة. الرسالة الثانية يقول من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني، الإصحاح الثاني عدد 11. في الرسالة الثالثة طويلة شوية يقول من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفي، وأعطيه حصاء بيضاء، وعلى الحصاء اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد غير الذي يأخذ، وأعطيه حصاء بيضاء، وعلى الحصاء البيضاء اسم جديد مكتوب لا يعرفه أحد إلا الذي يأخذ. دي في الإصحاح الثاني عدد 16 و 17. في الرسالة الرابعة، وخلي بالكم تكرار كلمة من يغلب، من يغلب ويحفظ أعمالي إلى النهاية فأعطيه سلطانا على الأمم، الإصحاح الثاني عدد 26. الثلاث رسائل الثانية في الإصحاح الثالث، وتبقى دي الخمسة في ترتيب السبع رسائل، من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيض ولم أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأباب ملائكته. ثلاثة خمسة، من يغلب، ودي نمرة ستة، فسأعطيه أن يكون عمودا في هيكل إلهي ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم المدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الله واسم جديد. 3:12، وسابع واحدة وآخر واحدة، من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. 3:21، في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. لو احنا غلبنا العالم بكل ما فيه من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم العيشة، هناخد كل هذه البركات
بتاعت الغلبة وبتاعت الانتصار. ولعل من أعظم الأمثلة بعد المسيح مباشرة اللي وضع لنا مثالا لكي نقتفي خطواته معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول جاهد وغلب، ويقول في عبارته المشهورة في تسالونيكي الرسالة الثانية لتيموساوس إصحاح 4 عدد 7 و8، ودي آخر رسالة كتبها، عشان كده فيها روح الوداع: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا قد وضع لي إكليل البر الذي يهبه الله للذين يحبونه. وهو بيودع قديس تيموساوس ويودع كل الكنائس اللي بشر فيها ونشر فيها باسم المسيح، بيوريهم النموذج اللي هو عاشه: قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إكليل البر. موضوع بتاع الخلاص هبة مجانية ربنا ادهلنا ببلاش، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وده من المسيح كافي، ليس خطانا فقط بل لخطايا العالم كله. المهم ان الانسان يعيش في استحقاقات دم المسيح، والكتاب يقول لنا: لا نكلل ان لم نجاهد قانونيا. الجهاد القانوني هو الجهاد اللي عمله بولس الرسول: جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، اخيرا وضع لي اكليل البر. عشان كده بولس الرسول مش بيكلم من فراغ، وعشان هو عاش مع المسيح وجاهد وانتصر، ينبهنا ويقول لنا: عايزكم تبقوا زي المسيح، وعايزكم تبقوا زيه، ويقول: البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد كل مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء والسلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. دي في أفسس 6:11-12. البسوا سلاح الله الكامل. في ناس بتستهتر بدور الجهاد في خلاص الإنسان، لا هو موضوع إيمان فقط ولا موضوع جهاد أو أعمال فقط. الخلاص بدم المسيح، إنما لابد الإنسان يؤمن بدم المسيح، وفي نفس الوقت لازم يعيش باستحقاقات الدم، فهي كومبينيشن. يعني مرة البابا شنودة قال في كتاب الخلاص في المفهوم الأرثوذكسي: الأعمال لا تخلصك، ولكن الله لا يخلصك بدونها. في ناس في الطوائف يركزوا على موضوع الإيمان فقط، يقول لك آمن فقط، آمن فقط. طب ده الشياطين بتؤمن. القديس يعقوب كده قال: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل، والشياطين تؤمن وتقشعر، مش بتؤمن بس. وقال: إيمان بدون أعمال ميت. الأعمال لا تخلصك، ولكن الله لا يخلصك بدونها. عايزة جهاد. البسوا سلاح الله الكامل. ولما أقول كلمة البسوا سلاح الله الكامل، يعني ربنا هو اللي بيحارب عنا وبيحارب بينا. البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرؤساء والسلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماوات. وربنا يسوع المسيح لما قال لنا في آخر الإنجيل النهاردة: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم، مش قصده بس أنه ينبهنا أن نستعد للضيقات،
ومش قصده بس ان هو يقول لنا ان هو غلب العالم وغلب كل هذه الضيقات، لكن هو كمان بيقول لنا انا هديكم القوة ان انتوا كمان تغلبوا. وزي ما قلنا في الاول ان كل ما خسره ادم الاول خسرته الطبيعة البشرية، وكل ما كسبه ادم الثاني اكسبه للطبيعة البشرية. فزي ما هو انتصر على العدو الشرير بكل تجاربه وبكل مؤامراته اعطانا هذا السلطان. سلطان، ها انا اعطيتكم سلطانا ان تدوسوا على الحياه والعقارب وعلى كل قوات العدو. سلطان الهي، لدرجه لما في لوقا 10 بعت 70 رسول أرسلهم 2 2 واداهم قوة وقال لهم كده أعطيتكم سلطانا أن تدوسوا على الحياة العقارب وكل قوات العدو ولا يضركم شيء، رجعوا فرحانين جدا قالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. كلام ده حصل على فكرة. ربنا قال لهم لا تفرحوا بهذا. ايه يعني الشياطين تخضع باسمه؟ ده الشياطين قدام الانبا انطونيوس كان بترتعب، لانه هو كان بيستعمل السلطان. اعطيتكم سلطانا ان تدوس على الحياه والعقارب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك يا رب. ايه ده؟ ايه العجب ده؟ قال لهم لا تفرحوا بهذا، بل افرحوا بالحري ان اسماءكم قد كتبت في ملكوت الله. وصدق المسيح على عبارتهم، يعني العبارة بتاعت حتى الشياطين تخضع لنا باسمك دي موجودة في لوقا 10:17. في عدد 18 على طول المسيح صدق على كلامهم، قال لهم رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. عارفين البرق لما بينزل من السماء في ثواني. رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء، ده عشان السلطان اللي ادى المسيح للتلاميذ وادى لكل واحد فينا. ها انا قد اعطاكم سلطانا ان تدوسوا على الحياه والعقارب وكل قوات العدو. هو غلب العالم بكل ما فيه من شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه، وهو الذي اعطانا السلطان ان احنا نغلب. ومش كده وبس، ده معلمنا بولس الرسول بيقول هو الذي يقودنا في مركب النصرة. شوف في كورنثوس الثانية إصحاح 2:14، لكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، لأن أنتم رائحة المسيح الزكي. فهو الذي أعطانا السلطان، وهو الذي انتصر، والذي يقودنا في موكب النصرة. علشان كده موسى في سفر الخروج صح 14:14 يقول الرب يقاتل أو يحارب عنكم وأنتم تصمتون. ومعلمنا بولس الرسول بيأكد الكلام ده، يقول ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، دي في رومية 8:37. أصبح ما عندناش عذر، ما يقدرش واحد يقول يا الشيطان ده شاطر جدا، الشيطان ده صعب جدا، احنا عايشين في عالم مليان بالشرير مش عارفين نعمل ايه. قال لنا ونبهنا في الأول في العالم سيكون لكم ضوء، وطمنا أن هو غلب كل الحاجات الأخطاء والشهوات والتجارب اللي موجودة في العالم. وبعدين ادانا النصرة أن إحنا لو تسلحنا بنفس الأسلحة بتاعة الصوم والصلاة والكتاب المقدس هننتصر. وبعد كده طمنا وأن هو بيقودنا في موكب السكر، في موكب النصرة، أنت بلا عذر أيها الإنسان. ده اللي خلى بولس الرسول بقى بكل قوة يقول إيه؟ أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. دي في فيليبي 4:13، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني.
وده اللي خلى داود النبي يقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. إحنا بنثق في مسيحنا الغالب والمنتصر، وأظهر لنا النهاردة في سفر الرؤيا 7 بركات لموضوع النصرة وموضوع الغلبة. أختم بالمزمور الرائع اللي كلنا بنحبه، الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بجوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي، ترس ومجن حقه، ولا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من وباء يسلك في الدجى، ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، يسكت على جانبك ألوف وربوات عن يمينك، إليك لا يقترب إنما يعينك تنظر وترى مجازات الأشرار. مزمور رائع، مزمور 91. فياريت اللي احنا نفكر كويس قوي، المسيح بينبهنا في العالم سيكون لكم ضيق، أنا قد غلبت العالم، هذه أسلحة الغلبة، أنت بلا عذر أيها الإنسان. الله يعطينا النصرة والغلبة وكل بركاتها، لربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.